وقعوا سعد الصغير. وانا بحب استاذ، انا احكي لك موقف. الليستي ده صوته احسن مني ولا لا؟ احسن مني، خلينا نتكلم بمنتهى الواقع. بوسي وامينه وكلهم صوته احسن مني. الليستي ده انا شفته في امبابه، في امبابه ده الصوت الجميل ده، خد ياه يا استاذ سعد شفته، تعالى انت انا هديك مع احمد السبكي. الليستي ما كانش يعرف مين عم احمد السبكي ده، قعدته كده عم احمد السبكي قال له اهلا، وعم احمد السبكي قال لي مين ده؟ قلت له ده الليسي. قال له انا هعمل لك فيلم بقى تغني كده، راح مغني الليسي. قال له صوتك حلو، قال اعمل لك فيلم كسر دور، خد امضي. قال له امضي على ايه؟ قال على العقد. قال له عايز 2000 جنيه. قال له 2000 جنيه بدل ما اقول له امشي. فعم احمد تعرف بقى عم قال له طب امشي. مش الليسي جبته انا ودفعت ال 2000 جنيه من جيبي. والليسي بيحكي الموضوع ده، ربنا يكرمه ورب يخلي له عياله، بيقول الموضوع ده في كل حته. انا جايبه ليه؟ ده صوت احسن مني، هيوقعك يا في الشركه يا. لا لا لا، ده في ربنا، في ربنا. امينه اركب الحنطور دي ريجن، راحت عاملها لوحدها، ما ربنا ما اكرمش. تعالي اختي امين، ايه رايك نعملها انا وانت وهنعمل 1 2 3 4؟ طب عملت الاغنيه. يعني ما بلاقيش اي حد، مصطفى حجاج ده قبل ما يطلع يمنعنا واخده اديه لاحمد السبكي. اي حد يعني، استاذ سمسم شهاب بس هو بيغني، عارف سمسم شهاب بيغني النوع اللي هو. فكان في مره كده بنصور وبتاع، قالوا عايزين مطرب جامد جدا جدا. سمسم تعالى دلوقتي، سمسم جه صور في ولاد البلد، ما كانش معاه اغاني على الهوا. طب ما سمسم صوته احسن مني. طب ايه ده يا جدعان؟ الموضوع مش بالصوت. طول ما انت عمال بتسعى للناس الخير، تخيل ربنا هيكرمك، هيكرمك. استاذ طارق الشيخ. يا بوام جامد وبلدي، انا بحبك يا ابن بلدي. استاذ طارق الشيخ، طارق ده على فكره استاذ كنت بطبل معاه في الافراح. انا الطبال بتاع طارق الشيخ. طبلت طارق الشيخ واشرف الشريعي واماني جاد ومحمد فؤاد، طبال. فجبت له عم احمد السبكي، قال له انا عايز بقى اغنيه هانك كده ومش عارف ايه. تخيل انا نزلت كلمت حضر مني، قلت له محمد كان معاك اغنيه اسمها يا بوام جامد وبلد، ما نديها لاستاذ طارق الشيخ. قال لي دي ب 40. قلت له مالكش دعوه انا حاسب عليها. اقسم بالله حسبت عليها وخدها. هات يا عم احمد الفلوس بتاع طارق. انا مالي؟ انا مالي يا طارق؟ انا مالي؟ بس يكفيني طارق دلوقتي بيطلع في كل حته يقول سعد صغير وقف جنبي وعمل كذا كذا كذا. طيب بس انت في موضوع الرقص ده، يعني انت قلت طيب طالما الهز الوسط ده، بس انت بتقول بعمله في الافراح. اه بعمله. هاكل عيش منين يا استاذ؟ هم ما انت خليك مكاني يا استاذ. خلاص مش هرقص. قول اي دمعه حزن يا جماعه كده. بص يا استاذ سعد الصغير مش هيرقص يا جماعه. خلاص استاذ وائل قال لك بص على طول يا مصطفى. اي دمعة حزن لا 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 لا، اي جرح في قلبي لا 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 لا، اي دمعة حزن لا 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 لا، اي جرح في قلبي لا 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 لا، اي لحظة حيرة لا لا سنار الغيرة لا 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 لا. والناس بقى انت شايف ده، يعني الناس هتلطم في الفرح يعني. حمانة اقول لهم ايه يعني؟